السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف على المفاهيم الأساسية والأدوات التي يجب أن نكون على دراية بها قبل الشروع في إنشاء المواقع الإلكترونية. أول شيء بنية الموقع. فأنت كمستعمل للإنترنت عندما تقوم بفتح متصفح وتطلب موقع ما، فأنت ترسل طلب إلى السيرفر الخادم الذي يوجد به هذا الموقع والذي يرسل لك الموقع على متصفحك. بدوره يقوم السيرفر بطلب قاعدة البيانات ليطلب منها البيانات المخزنة عليها. في هذه الدورة سنستعمل أداة الووردبريس لإنشاء المواقع الإلكترونية. الووردبريس هو CMS، أي نظام إدارة المحتوى، فهو يمكنك من إنشاء مواقع ووضع محتوى بها بدون أن تكون لك دراية في البرمجة. سنستعمل الووردبريس لأن 25% من مواقع الإنترنت تستعمل الووردبريس، و 25% هي نسبة كبيرة جدا من المواقع التي تستعمل هذه الأداة. الووردبريس هو أداة مجانية مفتوحة المصدر، تمت برمجتها بلغة PHP وتستعمل قواعد بيانات MySQL. يمكن استعمال الووردبريس لإنشاء مواقع عديدة. كنوع من المواقع يمكن أن تستعملها في إنشاء البلوغ، مواقع لعلامة تجارية أو موقع إيكوميرس، أو كذلك موقع يكون على شكل منتدى فوريم. من مميزات الووردبريس هو أنه قابل للتعديل، كما أنه سيو فريندلي، صديق لمحركات البحث، ريسبونسيف موبايل سايت، هو أنه يتجاوب مع الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، كذلك هو هاي بيرفورمانس، عالي القوة، كذلك هو أيضا مانيج اون ذا جو، بمعنى يمكن أن تدخل إليه وتقوم بإدارة موقعك باستعمال الهاتف الذكي. هاي سيكيوريتي، فالووردبريس يوفر لك حماية عالية لموقعك. باورفول ميديا مانجمنت، فالووردبريس يتوفر على أداة الميديا التي تمكنك بإدارة كل الملفات، صور، فيديوهات، ملفات PDF وغيرها. عن طريق هذه الأداة يمكنك إدارة هذه الموارد بسهولة تامة. Easy and accessible، فهو سهل جدا في الاستعمال كما سنرى. بالنسبة للأدوات التي سنحتاجها، سنحتاج من جهة الكلاينت إلى متصفح، سواء جوجل كروم، موزيلا، فايرفوكس، سفاري أو غير ذلك. بالنسبة للسيرفر سنحتاج سيرفر أباش وقاعدة البيانات MySQL. من أجل البدء في العمل سنقوم في المرحلة الأولى بتثبيت سيرفر وهمي على الجهاز. للحصول على هذا السيرفر الوهمي سنقوم بتثبيت أداة مومب التي توفر لنا الأباش سيرفر وماي اس كيو ال سيرفر في برنامج واحد سهل الاستعمال لبداية العمل على إنشاء موقعنا. تصميم الصفحات، كل صفحة فهي تتكون من أشياء أساسية. أولها الهيدر، وهو رأس الصفحة، وفي الغالب يوجد فيه القائمة، وكذلك سلايدر هو صور متحركة بآخر الأخبار وآخر الأشياء التي تريد عرضها للمستعمل. جسم الصفحة وهو البادي، وهي المنطقة التي توجد فيها المحتوى، يمكن أن يوجد فيها مقالات، صور، فيديوهات، والتي متغيرة بالنسبة للصفحات فيما بينها. وفي الأخير الفوتر أو أسفل الصفحة، هي المنطقة التي يكون فيها معلومات عن الموقع، معلومات عن المنتج، وكذلك حقوق الملكية. هذا الجزء من الموقع يكون ثابت في كل الصفحات، فهو لا يتغير، فعندما ننتقل من صفحة إلى صفحة يبقى هذا الجزء ثابتا ولا يتغير. بنية الووردبريس. يتكون الووردبريس من جزئين أساسيين، أولهم التيم والذي يوجد به هيكل وألوان موقع، كذلك الخلفيات وأنواع الخطوط وغيرها. أما من جهة البلاجينز فهي تحتوي على كل خدمات التي يقوم بها موقعنا، مثلا كقائمة البريدية نيوزليتر وقائمة الاتصال كونتاكت فورم وغيرها من الخدمات. مكونات الووردبريس، يتكون الووردبريس من أولا البوسترز، وهم المقالات، وكل مقال لديه كاتيجوري وتاج. الصفحات، وهي الصفحة الرئيسية، صفحة بها قائمة الاتصال، صفحة بها خدمات أخرى. ثالثا يحتوي على المينيو، أي القوائم التي يوجد فيها عناوين الصفحات والتي تمكننا من الانتقال من صفحة إلى أخرى، كذلك الويدجت التي سنراها بالتفصيل.
إذن نلتقي في الفيديو القادم والذي سنرى فيه إعداد البيئة وتثبيت ووردبريس.